السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الجمعه كالعاده، قبل اي كلام جمعه مباركه لحضراتكم، يا رب يكون يوم سعيد لكل الناس يا رب اللي بيتفرجوا علينا ان شاء الله. يومنا النهارده هيكون كالعاده مسابقه ما بين ام وام، ولكن زي ما احنا عارفين ومتفقين من قبل الشهر ما يبقى موجود عندنا شهر مارس، قمنا طول الشهر عندنا امهاتنا وامهاتنا المثاليه. هنشوف النهارده مع حضراتكم الحاجه عواطف. احب نرحب بالحاجه عواطف. يا اهلا بيك يا ماما. اهلا بحضرتك. اتفضلي. يا اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نور الدنيا يا ماما، ربنا يخليك. ونحب نرحب كمان بالحاجه هدى. يا اهلا بيك يا حاجه. اهلا بحضرتك. اتفضلي. ازيك؟ عامله ايه؟ منورانا، ربنا يخليك. اخباركم ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. وايه اخبار صحتكم؟ الحمد لله، منورين الدنيا. ربنا يخليك. مش عجباني انت النهارده؟ يعني حاسس كده مش تعبانه شويه. تعبانه؟ عندك ايه؟ عندي روماتويد. الحمد لله. ليه؟ عندي روماتويد والسكر. طب يعني يمكن الحمد لله. لا الحمد لله. لا الحمد لله. لا لا خالص. وعايز تجلد؟ لا ما بهزرش. لا والله تعبانه ما نكملش. والله العظيم زي الفل الحمد لله. صحتك بالدنيا يا استاذ. الحلقه هتروح وهتيجي، ناجلها. ربنا يخليك. بامانه. لا الحمد لله. وانت حاجه تمام؟ الحمد لله. هتعملوا لنا اكل ايه بعد الكلام بقى الحلو ده؟ كفته بالدمعه ورز. كفته بالدمعه بالصلصه. كفته بالدمعه والارز والرز الابيض. اللهم صل على النبي. وحضرتك؟ كفته داوود باشا. ايوه. ورز ابيض ان شاء الله. جميل زي الفل. فضل وعدل. الحمد لله. طيب زي ما حضراتكم شايفين الحاجه عواطف من ورانا النهارده، والحاجه هدى يعملوا لنا النهارده كفته داوود باشا مع الرز الابيض، ونتكلم معاهم وهندردش، واكيد هنستند افراد حضراتكم عشان حلقه النهارده مميزه جدا. تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل نعرف اخبار الحاجه عواطف والحاجه هدى في الام هنيه. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه وعلى الحاجه عواطف والحاجه هدى منورين الدنيا. ربنا يخليك. انا متفائل بيكم النهارده بحلقتنا. ربنا يخليك. والله العظيم ثلاثه ان شاء الله. وانتم منوريني، منورين المحطه كلها، ومنورين التلفزيون كله. وانتم شايفين الاضاءه عامله ازاي النهارده كمان بوجودكم. يعني الحمد لله. ربنا يخليكم. انتوا بالصحه يا رب. طيب احنا هنعمل الاكله وهندردش مع بعض ونقضي الساعه بتاعتنا بكل بساطه، واي حاجه عايزينها مني انا تحت امركم، يعني كمساعدات، يعني مش هطبخ لكم انت تاكلوني ماشي، ولكن يعني مساعده، حاجه في المواعين، حاجه في البتاع، انا معاكم. ماشي الكلام؟ اتفضل. توكلوا على الله، عيشوا حياتكم وتعايشوا وشوفوا اللي انتوا عايزينه كله بطريقتكم. طب ما فيش جوانتي؟ عايزه جوانتي؟ عينيا الاثنين بس كده، ده اكتر حاجه عندنا في الدنيا جوانتيات. اهو اتفضلي مع حضرتك اهو. انت عايزه تشتغلي بايدك برضه، انت مسموح لك تعملي انت عايزه كله. الامهات بالذات ما بحاولش اتكلم معاهم كتير في موضوع الجوانتيات وموضوع مش عارف ايه، اللي هم يعملوه براحتهم، لان هم مش جايين النهارده يتعلموا الطبخ، ومش جايين يسمعوا مني انا فكره او ملاحظه على موضوع الطبخ، هم لوحدهم عارفين كل شيء، لان هم الاصل. واحنا طبعا زي ما انتم عارفين كل الشباب بالنسبه لامهاتنا، يعني احنا النسخه او الكوبي زي ما بيقولوا، ولكن نتمنى ان هم يكونوا بس اهم شيء مبسوطين ويعملوا اللي هم عايزينه كله. طيب نبدا باليمين. الحاجة عواطف ثواني بس. براحتك خالص، براحتك خالص، وتعايشي و اعملي انت عايزاه كله. الحمد لله. بتعملي ايه بقى حاجة عواطف؟ احط البصل اصفيه من الميه. البصل اصفيه من الميه؟ معلش شويه عشان هم جوه مستمعين حضرتك. هصفي البصل من الميه. جميل. تاخدي التفل بس يعني؟ تاخد جميل. تاخد التفل بس. حلو. بتعملي بيه ايه بقى؟ طب باللحمه ومعلقه من الثوم. الثوم قدام حضرتك اهو. تمام. واحط البهارات وحبه بقدونس. تمام كويس جدا. ده للكور او لكور لكور اللحمه. هتحط الطاسه الاول تسخن؟ يا ريت. يلا انا مع حضرتك براحتك خالص. هات الطاسه، حط لها زيت ولا زبده؟ لا زيت احسن. زيت؟ تمام الزيت جنب حضرتك لما تخلصي. ماشي. تمام براحتك خالص. يا حاجة عواطف، انا اسف، حاجة هدى. بتعملي ايه؟ بعمل كفتة داوود باشا. تمام. عملت ايه وايه بقى؟ حطيت البصل وشوية بقدونس وحطيت البهارات وحطيت سن الثوم وتقلبيها بقى وتكوريها وشوية ملح وبقلبها واجهزها. تعايش تعايش وعيش حياتك وظبطي حياتك. حاجة عواطف. نعم. انا بغلط اسمك، غلطت في اسم الحاجة هدى بس معلش يعني ملحوقة. ماشي. قولي لي بقى اخبارك انت ايه؟ الحمد لله. واخبار الدنيا معاك ايه؟ الحمد لله ماشيه. ماشي الحال؟ الحمد لله. الحمد والشكر لله. الحمد. حضرتك منين؟ انا من الشربيه، من القاهره اصلا. الشربيه؟ بس والدي الله يرحمه من ابو كبير الشرقيه. ابو كبير الشرقيه دول احسن ناس، دول اهلنا دول. اهلا بحضرتك. جميل. ده اهل الكرم. وحضرتك من الشربيه؟ اه. جميل جدا. حضرتك كلمتنا الاسبوع اللي فات، حصل؟
ماشي. وكنت زعلانه شويه. اه حصل؟ اه. وانا وعدتك. كانت نفسيتي تعبانه. كانت نفسك تعبانه ليه بقى؟ زعلانه من ايه؟ وكل ما بيقرب عيد الام وبعدين أو افتقدت والدتي، كانت بصراحه يعني يعتبر انا وهي روح واحده. انت ومامتك الله يرحمها كنت روح واحده. اه اه تمام. حتى كان ما كل يجي مثلا يتقدم لاي حد كانت تقعد تعيط، رغم اني فرحانه بس تقعد تعيط، تقول لي حاسه عايزك تمشي من عندها. اه اه فربنا ما ارادش بقى، بقيت اقول لها يا ماما ما تكوني يا ريت تطلعي تعملي عمره. آه. تقول لي ما تقوليش كده، ازاي اطلع اعمل عمره وانت لسه لوحدك؟ اه قلت لها لا انا ما اتجوزتش في الدنيا، هتجوز في الاخر عند ربنا يا ماما. ربنا تقول لي لا. آه. وسبحان الله كان اخويا طالع يعمل عمره مع زمايله في المدرسه. اه فقلت له على فكره انا عندي في شغلي واحد اسمه الشيخ مرزوق بيطلع عمره، قال لي طب اساليه كانت ارخص اسحب فلوسي. جميل. اه قلت له بس انا كنت عايزه ماما. قام بساله قام قال لي طب يا حاجه عواطف يا ريت تطلعي هاخد اخوكي وتطلعي بس عشان زمايلك كمان معانا وتشرفيني كده لاني انا بعزك يا استاذ عواطف. حلو. المهم ايه قلت له حاضر. بعدها طول ما انا قلت له هرد عليك السبت، الكلام ده كان الخميس هرد عليك السبت. ده الكلام ده سنه ايه ولا ايه ده؟ من 11 سنه. من 11 سنه لان والدتي ميته بقى لها 11 سنه. ان الله ولا رجعوا. من 11 سنه كان الموضوع ده. أوه. تمام اتفضلي. المهم رحت بقيت طول ما انا ماشيه من عند المدرسه لحد ما روحت بقيت اقول يا رب يا ماما توفي، يا رب يا ماما توفي. توفي. اه توافقي تروح العمره. أوه. يعني مامتك بس انا جبت لها السيره انها هتعمل عمره. جميل. بعد ما تعملها مفاجاه يعني. اه بعد ما اتغدينا وعملنا الشاي قلت لها ماما هقول لك حاجه بس لو قلتي لي هتكسفيني؟ قالت لي والله ابدا انت بالذات عمري ما اكسف. تمام. لان انت عارفه باباك كان بيحبك قد ايه. المهم رحت بعديها قلت لها طيب عشان اطمن قولي والله العظيم ان انا مش هكسف. ان انا مش هقول لا. راحت ضحكة كده قالت لي يعني هقول من غير ما اعرف. قلت لها ما انت لو عرفتي مش هتوافقي. راحت حلفت. قلت لها كمان واحده راحت حلفت. قلت لها اوتريها بقى عشان يبقى ثالث مره. قلت لها بصي اتكتبت عند ربنا هتروح تعملي عمره مع ابنك مجدي. قالت لي يا بنتي اللي انت عملتيها فيا والحمد لله طلعت عملت عمره ما شاء الله وما فيش اسبوع وجت واتوفت. يعني راحت عملت العمره بعد عمرها كله. أوه. وبعد كده بعد العمره باسبوع ربنا يرحمها سبحانه وتعالى. اه الحمد لله. كانت تعبانه او حاجه؟ لا 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 والله سبحان الله ما شاء الله ربنا كتبها لها ويديم لها الرحمه يا رب دايما الحمد لله. واخوك وعندك اخوات مين؟ عندي اخويا مجدي مدرسه اعدادي واخت هدى قاعده منتظراني تحت مدرسه ثانوي احياء. ما شاء الله. واختي الكبيره محرره مترجمه في بس قاعده في باريس. ما شاء الله قاعده في باريس. اه بس من ساعه ما والدتي ما توفت ما شفناهاش ما نعرفش عنها حاجه. ما تعرفيش عليها حاجه خالص؟ بس اتصال بالتليفون كل بالتليفون بس هي قاعده في باريس من ساعه من 11 سنه. اه اه وما رجعتش مصر بس في علاقات ما بينكم يعني دايما. اه اه تمام. وحياتك عامله ازاي بقى؟ زوج حضرتك اخباره ايه؟ متوفي. الله يرحمه ويحسن اليه. وانت ايه اللي مزعلك بقى بعد كل يعني طبعا مامتك راحت ربنا يرحمها واخواتك ربنا يديهم طول العمر والصحه. الوحده. الوحده. وجوزك حضرتك مات من امتى؟ داخل على ثلاث ربع سنه كده. ربع سنه. متجوزه بقالك قد ايه؟ انا كده يعني من 7 سنين كده. اتجوزت من 7 سنين. انا اتجوزت سن كبير ما شاء الله. وهو قعد 4 سنين وتوفى. او 3 سنين. اه فانت بقى زعلت من الوحده ان انت ما انتش مبسوطه ان انت قاعده لوحدك. قاعده لوحدك في البيت مع اخو ابن اخويا. أوه. احنا مربيينه انا ووالدتي الله يرحمها. ربنا يديك الصحه يا رب. معاه بكالوريوس تجاره هو وشغال في يونيفرسال. ما شاء الله ما شاء الله. وانت اللي مربياه من سني 3 اشهر. من سني 3 اشهر انت اللي مربياه. انا ووالدتي وانا كملت الرساله بعديه. ما شاء الله. طب وانت ايه اللي مزعلك بعد الحاجات الحلوه دي كلها بتحكيها دي كلها؟ مش عارفه بيجي لي كده حاله اختناق كده وزهق كده. من الوحده ولا عشان خاطر ايه بالظبط؟ من كله. من كله. ما بسمع حاجه تضايقني كده. زي ايه اللي بيضايقك؟ يعني مش عارفه ما بتضايق كده حد يعني حد بضايقني وتعبت على بال ما خدت معاشي والحمد لله. ظروف الدنيا يعني. مش حاجه معينه. لا 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 اصل انت لما كلمتني الاسبوع اللي فات كنت زعلانه جدا. كنت مخنوقه كنت بعيط كنت فعلا. مخنوقه ومش مبسوطه. عشان كده انا زعلت بس وعدتك قلت لك هتنورينا في اقرب وقت وتيجي تقعدي معانا يوم
ونعمل مع بعض حلقه حلوه ونبقى مبسوطين والدنيا تمام التمام. الحمد لله ما كانش في اي زعل خالص. الحمد لله. ولكن زي ما قلت لك في التليفون، هي مش يعني الامهات مش بس اللي ما خلفتش، كل ام في الدنيا او كل ست حلوه زي كده وست عسل كده زيك هي ام لكل الشباب ولكل الدنيا كلها. كل ما اعمل اقدم في الحج سبحان الله، بس متهيألي ربنا لسه مش رايد فمش عارف. كل ما تقدمي ما بيردش؟ لا 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 لا. طب ما هو يمكن بس ممكن عشان دورك او عشان خاطر الظروف او عشان خاطر حاجه. لا والله في ناس اقل مني سنا سبحان الله، مش عارف. ده بتبقى مكتوب عند ربنا. ما انا عندي ربنا. الحج والعمر ده مكتوب عند ربنا، ما تعرفش امتى. صح. يعني مفيش حد فينا يعرف امتى. لا الحمد لله. ده بيبقى باذن الله سبحانه وتعالى، وقت ما نصيب الواحد بيجي له هي بتبقى دعوه وربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لكل مؤمن الحمد او كل لله. مسلم الحمد او كل لله. اي اصلا نفسي ابقى زي والدي مدفون في البقيع. والدك مدفون في البقيع. الله يرحمه ويحسن اليه. لا يا ستي انت يا زي الفل، وربنا سبحانه وتعالى هيديك الخير ليكي وان شاء الله حياتك كلها تبقى مبسوطه ان شاء الله. واحنا عيال يا رب. اتفقنا على كده؟ الله يخليك. وقلت لك قبل الهوا اعتبريني ابنك. الحمد لله. ومعلش بقى ابني بقى كبير شويه مره واحده كده. لا عادي. لا ازاي ده يشرفني في حاجات كده مش حلوه، بس استحملينا بقى. والله وزي ما اتفقت معاكي قلت لك علاقاتنا تدوم مع بعض مش شرط في يوم البرنامج. انا اتفقت معاك على كده. الحمد لله. واعتبريني ابنك، واتمنى طبعا اي خدمات واي حاجه. الحمد لله. انا واسمحي لي اقول لك يا امي. لا يا رب يخليك، ده يشرفني. الله يخليك يا ماما، اديك الصح، ربنا يخليك. اشوف بقى الحاجه هدى، احط عليها الزيت بقى؟ اوطي الزيت. حط الزيت بس ياخد بالك الطاسه سخنت. ماشي. حاضر هاخد تليفون بس ثانيه واحده. ماشي. حاجه هدى اخبارك ايه؟ الحمد لله. شغلت عنك شويه؟ لا ولا يهمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار صحتك؟ كويس الحمد لله. طمنينا على الدنيا، معاك عامله ايه؟ نحمد ربنا الحمد لله. مش مبسوطه انت؟ حاسك مش مبسوطه بس بتضحكي. معلش. وده شيء عظيم انك تضحكي. بحاول اتفائل عشان اعرف. تفائل خير، تجدين خير ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. يعني دايما تكوني متفائله كده، وربنا سبحانه وتعالى من كرمه الواسع علينا بيدي كل واحد فينا بتفائله وبنيته وبخيره علينا دايما. يا رب. ايه اخبار الدنيا معاكي؟ الحمد لله كويس. عايشه مع مين وبتعملي ايه في الدنيا؟ عايشه مع والدتي بعد ما اتطلقت. مع والدتك؟ بعد ما اتطلقت. بعد ما حضرتك انت اتطلقتي؟ بسبب الموضوع ده. بسبب ايه؟ بسبب الخلفه كده. بسبب الخلفه. طب وهو يطلقك عشان خاطر ما بخلفيش يعني؟ طب وده اسمه كلام؟ الحمد لله. ده عقل يعني؟ الحمد لله. ما هقول لك ايه؟ اتجوزتي بالك يعني قعدتوا قد ايه فتره متجوزين؟ حوالي 4 سنين. 4 سنين. وربنا ما اكرمش بالاطفال فهو ما كملش. عملت مرتين وسقط. سبحان الله. ما عند ربنا وما تعرفيش الخير فين. الحمد لله. خلي املك في الله سبحانه وتعالى اكبر بكتير جدا من العبد. العبد مهما يكون تفكيره في الاول وفي الاخر احنا عباد ما لناش حاجه يعني. تمام. يعني انت عايشه مع مامتك؟ عايزه مع اتفضلي. عايشه مع مامت حضرتك؟ والحياه مستقره تمام التمام. الحمد لله. طيب واخواتك اخبارهم ايه؟ متجوزين في البيت معانا. متجوزين كلهم وتمام التمام. الحمد لله. وانت مش مبسوطه ليه بقى؟ يعني عايشه. ما انت عايشه زي الفل وهتعيشي زي الفل ان شاء الله. بس انت صحه عشان تعبانه بقى. والله يا بنتي ولا تعبانه حاجه، بس انت بتهيألك ان انت تعبانه. حتى لو كانت بصي كل امهاتنا تعبانين، بس انت ساعات ممكن يكون النفسيه هي اللي بتاهلك التعب الاكتر من اللي عندك. يعني مثلا يكون عندك سكر مثلا او حد عنده سكر، السكر ده حاجه تعبانه. سكر قبل بيها براحتك هتلاقيها في الدرج عندي. السكر ده مثلا الصغير والكبير عنده سكر. ما تكلمي حد مثلا عندك والله انا عندي السكر والسكر يا عم السكر ده عادي. يعني ربنا سبحانه وتعالى في امراض تانية الواحد ما بقاش عارف يعمل فيها ايه، بس من عند ربنا بيسترها. فانت النفسيه الموضوع يعني هو بس اللي ممكن نفسيتك هي اللي مش مبسوطه. فانت لو انت نفسيتك بقت حلوه الحمد لله وتفائلتي اكتر ان شاء الله وشفت الدنيا بشكل تاني هتلاقي كل الامور اللي انت فيها دي منتهيه. الحمد لله. وكفايه النهارده اللي منورانا وبنطبق مع بعض وبندردش ونشوف الدنيا فيها ايه ونشوف الناس والناس تشوفنا. ربنا بتفرق كتير، تغيير جو زي ما بيقولوا. صح كده؟ وليه الشرف ان انت تبقى موجوده عندنا النهارده وتشاركينا في برنامجنا. وزي ما قلت لك قبل الفاصل او قبل الهوا اعتبريني ابنك زي ما قلت لحاج عواطف من شويه. شيء يشرفني. اعتبريني ابنك ووعدها تاني برضو في اي حاجه من غير البرنامج ولا البرامج الطبخ ولا الكلام ده كله. ده كله كلام فارغ سيبكي منه خالص. يعني ده كلام بساعه في اليوم وبيمشي، لكن انا موجود تحت امرك في اي شيء. واعتبريني ابنك في اي خدمات. يعني مش حاجه. ربنا يشرفني. اي حاجه انت اعتبري نفسك ان انت خلفتيني ونسيتيني شويه بس لقيتيني في يوم قدام وشي. ربنا يخليك. ربنا يشرفني. ربنا يخليك يا ماما وديك الصحه. مين يا هواري يا ياسر؟ انا عايزه حله بقى عشان اعمل طيب الصلصه. حله جنب حضرتك كده يا مدام هدى. طب بقيت بعد اذنك اقصد على عشان يا مدام هدى. ايوه صباح الفل يا فندم. ازي حضرتك؟
الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيكي مدام هدى اخت الحاج عواطف، مظبوط؟ انا سعيده قوي ان انا بكلم حضرتك والله. انا اسعد ان الحاج عواطف عندنا وحضرتك معانا على التليفون. ربنا يخليك يا شيف، ولع لي العين. الله يخليك. يا اهلا بحضرتك يا فندم، يا اهلا بيك. دي اخبار حضرتك عامله ايه؟ كله تمام؟ ايوه الحمد لله، احمد ربنا. كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب. رايك ايه بقى في الحاج عواطف واكلها الاول بقى؟ يا حاجه هدى ولا لا؟ اقصد انا. ايوه ايوه شوف على رايك انت ايه في اكل الحاجه عواطف؟ اكيد اكلتي من ايديها. نعم اكيد. نعم. اكلتي من ايد الحاجه عواطف، مظبوط ولا لا؟ اكلت من ايدها كتير ده على طول. طب ورايك انت اكلها بقى؟ لسه ما دقناش. وتتصل بيا اروح لها. يا رب دايما يخليكم لبعض يا رب. طب انت اكتر الاكلات اللي بتحبيها من ايديها ايه؟ احنا مش سايبينها والله، احنا مش سايبينها، واولاد اخواتها هي اللي مربياهم. ربنا يديها الصحه ويبارك لها ويخليها لينا يا رب يا رب دايما. ربنا يكتب لها انها تحج يا شيف علي، لان امنيه حياتها ان احنا نحججها بصراحه. ان شاء الله تروح وتحج وتبقى كل حاجه حلوه ان شاء الله باذن الرحمن. ان شاء الله يا رب. انت بس دعواتك ليها وما تسيبهاش لوحدها، لان هي ما بتحبش الوحده زي ما انت بتقولي، زي ما هي بتقول. اه يعني هي ما بتحبش تكون لوحدها في البيت بحكم زي ما انت عارفه ظروفها، ولكن انتوا بقى اكتر ناس تكونوا موجودين معاها دايما في البيت عندها او هي عندكم او مع بعض دايما بالتليفونات. ان شاء الله. لان الحاجات دي بتفرق كتير جدا زي ما انت عارفه. ان شاء الله. انا مش سايباها والله، ربنا اعلم. يا رب. لان انا ماليش في الدنيا غيرها دلوقتي، هي واخويا. يا رب يخليكم لبعض يا رب، ودايما كده يجعلكم لبعض. الله يخليك. لان تالتتنا مسافره بره يا عالم، هنتقابل ثاني ولا لا؟ لا ان شاء الله هتقابلوا، محدش عارف بكره فيه ايه. يا رب. ان شاء الله هتقابلوا، وان شاء الله اختكم ترجع لكم، والحاج عواطف بالدنيا عندكم، مطرح الحاج زي ما انتم بتقولوا، ونتمنى يا رب دايما تكونوا كده سامعين عنكم اخبار حلوه وجميله للحاج عواطف. امين يا رب العالمين. كلميها بقى صبحي عليها وعيدي عليها على الهواء. يلا ماشي. اتفضلي، هي مع حضرتك. ايوه عواطف. ايوه ايوه يا هدى. ايوه يا هدى. انت طيبه وانت طيبه حبيبتي، ربنا يديك الصحه ويخليكي لينا يا رب. يا رب يخليك. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يديك الصحه ويكتب لك تحج يا رب. يا رب. كل ابواب السماء مفتوحه ان شاء الله. ان شاء الله. يلا شد حيلك، ربنا معاكي. ربنا مع الله يا رب. بشكرك جدا الحاجه هدى اخت الحاجه عواطف، واخت دي صغيره ولا كبيره؟ لا هي الصغيره. الصغيره. انا الوسطانيه. انت الوسطانيه. ربنا يديك الصحه وطول العافيه دايما يا رب. الحاجه هدى اخبارها ايه معاكي؟ الحمد لله الحمد لله. بتروحوا لبعض وبتيجوا مع بعض دايما؟ الحمد لله، مش سايباني بصراحه. دايما انت تتحبي والله يا حاجه. يا رب يخليك. ونتمنى دايما تكوني مبسوطه. الله يخليك. اللي بصي كل حاجه في الدنيا ممكن تروح وتيجي وبتتغير وبتقدم وبتتاخر. صح. بس اهم شيء انت من جواك تكوني مبسوطه. الحمد لله. ازاي حبه تفاؤل. صح. حبه انا عارف انت راضيه بكل شيء. وزمايلي في المدرسه على طول بيتصلوا بيا تعالينا. والله. ما شاء الله، هي محبه الناس هي دايما. والله يعني اللي حتى دايما. الموجهين بيتصلوا بيا يقولوا بصراحه انت مشيتي من المدرسه وخدت الخير معاك. والله العظيم. والله. ما هو الخير ده بيبقى على دوم الوردين. فلما انت بتسيبي فراغ وحد تاني بيحس بكده لازم يقول لك. والله الحمد لله. ربنا يا رب يديم معروف. طيب مين يا استاذه؟ معلش يا ابو الفتوح. اسف علاء. يا اهلا بيك يا فندم. الو. بس حضرتك بصراحه رفعت من معنوياتك كتير، ربنا يبارك لك. من مين يا حاج؟ يديك خير يا رب. من مين قصدك؟ معلش انا اسف. من الحاج عواطف؟ هدى. هدى اختي. الحاج هدى ده منوره الدنيا. يا بص ضحكتها عامله ازاي؟ حلوه ضحكتها والله. مين معايا؟ خط قطع. في حد تاني؟ ابو الفتوح. حد دخل؟ ابن اختي. يا ابو الفتوح. طيب ابو الفتوح. طيب الخط قطع تاني، دخلوا لنا ابو الفتوح. طيب ابو الفتوح ده ابن اخت حضرتك، هو بيحاول يخش بس لما دخل المكالمه في حد دخل تاني اللي هو قال بنت اختي دي صوتها. ايه؟ دي اخته. بنت اختي برضه. بنت اختك برضه؟ متأكدة؟ صوتها. طب تمام. هيرجعوا تاني. هيرجعوا تاني. نعم. حاضر. طيب انت دلوقتي سيحت الزبده دي؟ عشان احط الرز. عشان الرز. عشان الرز. بس عايزه بقى مفيش طبق اطلع على الكفته. هي امي كل حاجه. عايز طبق ايه؟ طبق صغير اطلع عشان الكفته وكده. هتحطيها دلوقتي ولا كمان شويه؟ لا كمان شويه. طيب خلاص انا اجيب لك طبق صغير حطي فيه اللي انت عايزاه. اتفضلي. اتفضلي. طلعي فين هنا براحتك خالص وخدي وقتك. تمام. حضرتك حط الرز مع الزبده
تمام؟ تمام. ده ايه الثوم والبصل ده؟ ده عشان الصلصه. عشان ايه؟ عشان الصوص اللي هنعمله للكفته. عشان صوص الطماطم. جميل. طيب حاضر يا رب اطلعك فاصل بس اقفل حاجه من دول عشان ما نتخيلش بس نعرف احنا بنعمل ايه. طيب هحط صلصه الطماطم دلوقتي. وتسيبها تتسبك صح كده؟ تمام هنقف عند دي هنا. وهنا اللحمه طلعت وهتبدأ تسبكي صوص طماطم ان شاء الله واعمل الرز على طول ان شاء الله. جميل جدا. طيب انا اقف عند الجزئيه دي وهنطلع فاصل صغير جدا بعد فاصل نواصل مع الحاجه عواطف ومع الحاجه هدى واي شاب واي بنت حابه تكلم الحاجه عواطف النهارده وتعيد عليها والحاجه هدى وتقول لها كل سنه وانت طيبه هنستناجب على الفاصل. اتفضل. بتعمل زودها 510 لو عايز نزود لها. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب هجيب لك حبه ميه زمان ولا حبه مرقه؟ لا هي عليها مرقه. لا قصدي ميه سخنه. ميه ماشي. طيب يبقى احسن يعني مرقه بتبقى اطعم شويه مرقه خضار عادي. حبه كده عشان انت تبقى شغاله وانت رايح. ازود؟ كمان سله بس حاجه بسيطه. حاضر. كده اهو. اتفضلي. بس لا ما تخافيش تمام يعني. ايه الحقيقه؟ وصلت لحد فين؟ خلاص خلاص تمام كده؟ الحمد لله. الرز وطلع عليه؟ الحمد لله. الله الله على الرز ابو زبده ريحته حلوه. ماشي. والناحيه الثانيه صوص طماطم جاهز؟ الحمد لله. والداود باشا ينزل يكمل تسويته معاك صح كده؟ ان شاء الله. وهنا حضرتك هنا خبط حط داود باشا يكمل تسويته وابدا الميه اللي حطيناها هتساوي مع صوص طماطم وتسبكه اكتر. والرز هنا ما شاء الله باين عليه نوطي شويه كمان نخليه على واحد. كده كويس؟ تمام. الاكل دي بتعملها في البيت؟ بعملها بجد؟ والله. وبتحبيها ولا بتعملها لحد الضيوف عندك؟ لا انا بعملها لنفسي. لنفسك؟ وبتحبيها؟ انت اخترتيها النهارده صح؟ صح كده؟ طيب قولي بقى انت اكتر الحاجات دي اكلات بتحبيها ايه بقى عامة؟ بصراحة المحشيات. المحشيات هو كل امهات كده. المحشيات المحاشي زي ما تقول مثلا يعني ما فيش حاجة غيرها في المنيو بتاعنا بس حلو جميل جدا. تحب المحشي ايه بقى وايه؟ الكرنب والباذنجان والكوسه حلو ومع الزفر ولا لحمه؟ ورق العنب والبط بقى. بط ما هو الزفر صح كده؟ حضرتك منين اصلا؟ انا من القليوبيه. من القليوبيه؟ احسن يعني احنا بقى عيلتنا من القليوبيه. من القليوبيه وحضرتك ساكنه فين؟ ساكنين في المطريه. في المطريه حلو قوي. واكتر حاجه بتحبي تجمع عليها العيله عندك او حبايبك ايه؟ هي المحشي. المحشي والملوخيه الخضراء. تعملي المحشي والملوخيه وتلم الحبايب بقى عندك. بتكفي كام حد لما يكون عندك في العزومه مثلا؟ احنا بنعمل بزياده. بعمل بزياده جامد يعني. بزياده بقى الهدف ان الناس اللي موجودين ولا حد يطب علينا؟ حد زياده صح. كمان اللي بيفيد بيتوزع على على الجيران على اخواتي لحد دلوقتي. انا اخواتي بوزع عليهم الباقي وبياخدوه وهما ماشيين. اصل الكلام ده كان موضه وخلصت. لا والله العظيم انا والدتي عايشين مع بعض اهوت. اللي بيفيد لازم توزعه عليهم ما يباتش في الثلاجه. لا مش هيتاكل. خلي على قدنا احنا كده بس كده اللي هو يمشي الحال. لكن لو سبت كله مش هيتاكل. لا حرام بقى. وتحب تجامل الناس. اصل ده كان زمان. هقول لك ليه موضه وادمت. زمان كان اصل امي زي حالتك برضه كده. ربنا فكان الله يخليكوا لينا يا رب. فكانت تعمل ايه؟ توزع طبعا على الجيران لحد دلوقتي عادي جدا. طبق كده يعدي على الجار ده ويرجع ما جاش فاضي. خدي بالك. فزمان كان الموضوع ده كان مستمر جدا. دلوقتي مبقاش زي الاول. انا بتكلم بكل صراحه. او حسب المناطق بقى او حسب بس العادات والتقاليد يعني مش انتهت ولكن خلينا نقول ان بدات تخف شويه عن الاول. يعني الاول كنت اشوف امي دي لازم ان انا بس كنت صغير اخبط على جارتنا واطلع اديها الطبق وتبقى مبسوطه وتمام وارجع واروح العب شويه وارجع وانا طالع على فقره الطبق برضه او ابنها يكون مخبط على امي ومديها. هي دي الحياه اللي احنا كنا كده واحنا صغيرين مع والدتنا. وانا بتكلم في كده. وبرده حسب برده الاجيال بدات تختلف شويه الامور. بيبعدوا عن بعض ما بيفكرش في حد. ما هي دي هي دي هي دي اللي بتزعل شويه. ورغم ان دي طبيعه مش في اي حته في العالم غير عندنا احنا بس. ربنا يا رب يديهم المحبه والمعرفه يا رب. خلينا نشوف الحاجه عواطف بتتحرك فين. عايزه ايه؟ ولا ولا مطفي؟ ده اوطى حاجه. عايزه اعلي سنه؟ عشان ما يتشوفش عيني. بس عشان ايه؟ ما يعني عليه بحس ان هو هو درجه واحده. عايز ازود كمان درجه ما عنديش مانع. يعني مش هيشيل؟ حاضر. سماح من السويس. يا سماح. الو. يا اهلا بيك يا سماح. كتير. ايوه ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا سماح. اخبارك؟ تمام زي الفل. واخبار السويس ايه؟ بتمشى على حضرتك. مش سامعك. بقول لحضرتك مدينه السويس كلها بتمسي على حضرتك. اجدع ناس. الله يبارك لك على راسي. اهل السويس حبايبي يا رب تكونوا بخير يا رب. الجميل دوت
الله يخليك. واسلم على الامرتين اللي معاك. ممكن تبطلي على الامر اللي على الشمال؟ اهو اهلا وسهلا بيك. سامعين حضرتك. ممكن تبطلي العين دي بس سنه؟ اهو انتوا مليين الدنيا بهجه وسعاده وجمال، وانا فرحانه بيكم جدا جدا جدا. ربنا يخليك. واعتبروا ان انا بنتكم وكل بنات السويس بناتكم. كل الاولاد ولادنا والله، بنعتبرهم ولادنا. نبتلكم كل ده عشان ما فيك يا سماح، انت كل بناتنا والله. جميل جدا. ربنا يخليك. ربنا يكرمك يا رب ويصلح حالكم ويفرحكم ويفرحنا بيكم دايما. واحب اشكر الشيف علاء لتعبه معانا كلنا، ويعني مش قادره اقول لحضرتك احنا نسبه المشاهده في السويس للبرنامج بتاع حضرتك عاليه جدا جدا. اهلي يعني. والله العظيم السويسه دول اجدع ناس، ودول يعني ليهم معزه عندي كده مخصوص، واتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، لان بلد مع احترامي ليكي طبعا بلد الرجاله السويسه. انا شخصيا لما بروح السويس ببقى مبسوط جدا مع كل السويس. ما هو حضرتك الرجاله بتوعنا رجاله والستات دي 100 راجل برضه. بطبع الرجاله مظبوط، بس ستات ستات عشان ما نغلطش. الستات وانوثتها طبعا طول عمرها جميله، ولكن طبع الرجاله عندكم هو اللي طاغى اكتر يعني، فدي حاجه عظيمه. الحمد لله يا رب يدوم معروفكم. انا ليا بقى طلب عند حضرتك شخصي يعني. اتفضلي يا فندم. مش ليا لمامتي يعني. تحت امرك يا فندم. احنا انا اتمنى من حضرتك يعني من البرنامج ان يطلع مامتي صوره. احنا بنتين بس، وانا كان نفسي من زمان اطلعها عمره، وكان نفسي ان انا يبقى عندي مقدره ماديه ان انا نفسي اطلعها يعني، ما كانش نفسي اي حد يطلعها. بس انت عارف يعني انا الظروف اليومين دول وكده مفيش شيء. فانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وبعدين من البرنامج ان هو يساهم ويطلعها عمره يعني. طيب لو تكرمتي ممكن تسيبي رقم تليفون حضرتك في الكنترول واسمك واسم الحاجه وعمره، ممكن؟ متشكرة جدا جدا. اشكرك وخليها على الله. وربنا يبارك لك يا رب ويبارك لك في البرنامج ويفضل دايما في الظهار كده. الله يخليك بنفسكم يا فندم، ربنا يخليك. بشكرك جدا اختنا العزيزة من السويس، وسيبي رقم تليفون حضرتك في الكنترول وقولي يا رب، وما تعرفيش كمان شوية يبقى في ايه. فكل اللي امله في حاجة ربنا سبحانه وتعالى. ادعي لله، انا ماليش أي قيمة خالص، كل حاجة بإذن الله سبحانه وتعالى والله أعلم. يعني أنا مش حاجة أنا ولا أنا يعني أنا مع أنا ما فيش حاجة في إيدي، هو ربنا سبحانه وتعالى فوق الكل، واحنا اسباب او سبب عامه. فنتمنى يا رب دايما نبسط كل امهاتنا، واللي نقدر عليه نحاول نعمله لحضراتكم. ويعلم ربنا يعني، انا بتكلم على نفسي انا شخصيا بحاول، او انا بحاول على قد ما اقدر من يعني من الاداره عندنا في المحطه، لحد صاحب المحطه ما بيتاخرش حاجه على اي حد من المشاهدين دايما. وحتى موضوع العمر اللي ممكن ناس كتير جدا بتتكلم عنه ده، مشكورا لعلاء الكحك صاحب المحطه، هو الراجل اللي دايما بيحاول يدي ويدعم كل امهات مصر، وبيحاول كمان يقول لك لا البرنامج بتاع لقمه هنيه ده امهات كتير بتبقى كذا، لا اديهم كذا. فمشكورا لكل الاداره عامه، فدي من ايده، ده حاجه بإعطاء ربنا. انا بقول الامانه ودايما نبقى عارفين كويس جدا، لحد يفكرني ان انا يعني حاجه دي بايدينا، لا دي بايد ربنا سبحانه وتعالى، وكل سبب ليه اسباب كتير جدا من عند ربنا. فاتمنى دايما نكون اسباب لحضراتكم، يكون في دايما يعني تعامل ما بيننا بايا كان. لو كانت عمر عدت فان شاء الله اللي جاي حج، اتمنى وبعشم دايما وبعشم فيهم كلهم دايما نطلع حاجات ونكبر الامور اكتر لحضراتكم، لان احنا البرنامج ده بتاعكم مش بتاع حد، ودايما بقول الكلمه دي، احنا شغالين عند حضراتكم، فاللي بتطلبوه بنحاول نعمله. ومشكور ان انتم بتتابعوا المحطه او بتتابعونا شخصيا، فدي حاجه على راسنا. طيب انا معلش اتاخرت عليكم. لا ابدا. ابو الفتوح تبعك انت ولا تبع حاجه؟ طبعا لا. ابو الفتوح ده بيقول دفع 500 جنيه النهارده مكالمات. يا ابو الفتوح. ازيك يا شيف علاء؟ ازيك يا ابو الفتوح، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت عمال تتكلم والخط يقطع وبتاع وحاجات كده. طب اعمل ايه نصيبي بقى عشان اكلم، عشان اكلم وامي الثانيه يا حبيبي هدى. يا حبيبي ربنا يخليها لك الحاجه هدى. معاك ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. اتفضل. ايه فتوحه؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ منور الدنيا والله العظيم. ربنا يخليك يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه. بقولها قدام الناس كلها ايه؟ انت والدتي الثانيه. ربنا يخليك لينا. مش لوحدك يا ابو فتوح، يوم احنا كمان. ربنا يخليك لينا. ربنا يخليك لينا يا رب، ودايما نكون معاهم بكل خير يا رب. يا رب. وحاج عواطف دايما امنا برضو، كل امهاتنا يا رب. كلهم امهاتنا والله يا شيخ علاء. طبعا وده عشمنا في كل الشباب اللي بيسمعونا وكل الناس اللي يعرفوا كل امهاتنا. بصوا يا شباب يعني انا يعني خلاص كمل، وانا هتكلم بعد كده. كمل يا ابو فتوح، كمل مكالمتك. انا عايز اقول لها انت منوره
واكلك دايما بيشبعنا في البيت عندنا كمان لما لمت العيله كده والمحشي اللي بتعمله لنا معلش كنت بتكلم بقى عن الكفته النهارده بقى طبخه اورديحي هنتكلم بقى ليه كده في الكلام ده مش مشكله خير وبركه ما تديهناش بقى يا عم بفتوح الله يبارك لك ده عاملين رز ودود باشا فين المحشي والزفر النهارده الجمعه لا سمك لا زفر مفيش ده ولا ده اعمل ايه طيب يعني كلنا ربنا يخليك ربنا يخليك بشكرك جدا يا ربنا يخليك لينا يا رب وشكرا جدا لاتصالك ودي حاجه مش بعيده عن الرجاله الشباب المصريين انا كنت بقول ايه وانا بتكلم عن الفتوح بقى بقول ان يعني مش كل الامهات المثاليه هي اللي خلفت وربت عشان نبقى صراحه مع بعض ومش كل الامهات هي بس اللي بتربي وبتخلف عيال في ناس كتير جدا بتخلف وعيالها ما بيبقوش تمام وده بيحصل واحنا عارفين ده كويس جدا وربنا يهدي كل من كان في واحد انا بس بوضح الامور لكل امهاتنا اللي زي الحاجه عواطف وزي الحاجه هدى احنا اولادك وفي امهات كتير جدا بتخلف وللاسف الشديد الشباب يعني او في بعض نسبة سنتي مش هقول 1% حتى يعني ما بيعرفوش قيمه الام فبيخلي الامهات بتبقى زعلانه اكتر من اللي ما عندهاش اولاد فدي حاجه بتبقى مش حلوه فانا بس بقول كده عشان اقول لحضراتكم انتوا امهاتنا ونتمنى دايما نكون مع حضراتكم واي ام يعني على راسنا الام دي حاجه يعني ما هياش كلمه يما وخلاص لا الام دي يعني ما فيش حد فينا ليه لازمه في الدنيا من غير امه بعد ربنا سبحانه وتعالى فاحنا نعرف قيمه امهاتنا كويس جدا ونعرف كمان قيمه كل امهاتنا وجيراننا اي ام او اي ست كبيره هي ام فنعرف قيمتها كويس جدا ونحاول ناخد بالنا كويس جدا لان الجنه تحت اقدامهم ده رقم واحد، رقم اثنين رضاهم علينا بالدنيا، دعوه ام مش امك تجوز. يعني لو انا واحد ماشي في الشارع وواحده كده ست من دور امي دعت لي دعوه من قلبها تجوز عند ربنا سبحانه وتعالى. فاتمنى كل الشباب اللي بيسمعونا ياخدوا بالهم شويه من امهاتهم وكمان كل جيرانهم اللي امهاتهم موجوده برضه. فدي حاجه لازم يكونوا واخدين بالنا كويس منها. مين احمد؟ احمد ابن اخوك المكالمه دي النهارده الحلقه دي شكلها ليك يا احمد ايوه حضرتك ازيك يا احمد اخبارك الله يسلمك الحمد لله استاذ علي الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله نحمده ونشكر فضلا عايز اقول له بس لعمته ان انا ابنها وماليش حد غيرها في الدنيا ودي امي خدتني مع يعني 6 شهور يعني دي امي ما اعرفش غيرها يعني وكنت عايز اعيد عليها قدام الهواء كله يا رب اقول لها كل سنه وانت طيبه وانت امي ومفيش حد غيرك في الدنيا دي كلها ده كلام جميل يا احمد وتتحط على الراس بالكلام الحلو ده منك لانك انت والله ده هو عيني جميل ودي حاجه ده هو عيني والله نور عيني مبسوطه اهي زي ما انت شايف وانا حبيت اعيد عليكي قدام الدنيا كلها فانا مش عارف اعيد عليك ازاي تاني لو قلت ان انا اجيب لك الدنيا دي كلها هجيبها يا رب يخليك يا احمد يا رب يخليك ويستر معاك انا فتحت عيني وانا عندي 6 شهور لقيتك انت قدامي وانت عارفه في حاجه زي كده حاضر انت يا رب يخليك يا احمد يا رب ينورهم لك يا رب يا رب يا رب انت يفرحك باذن الله اللي انت عايزاه انت عارفه انا هعمله يا رب يخليك يا رب يخليك انت ما تعرفش من اي حاجه وانا قدام الدنيا كلها وبقول لك كل سنه وانت طيبه وانت طيب وامي وابوي وانت عارفه ان انا ماليش وانت طيب يا حبيبي وانت طيب ربنا يخليك يا احمد وده كلام ناس رجاله وناس محترمين انت عندك كام سنه يا احمد 27 سنه 27 سنه راجل يعني راجل كلمه راجل 26 سنه 27 سنه يعني يعني 27 مكبرها سنه يعني 27 سنه مربيه يعني 27 سنه مربياك الحاجه عواطف فهي امك يعني مفيش غيرها على ما اعتقد ياخد اسم الام غيرها هي كده دي امي طبعا ربنا يخليها لك ويخلي لك كل امهاتك امي انا ابويا وامي ما اعرفش عنهم حاجه يعني هي خدتني بعد امها الله يرحمها اللي ربتني ما لقيتش معايا سنتين هي يعني امي تقول لي والدتي يا ماما ايوه هي امك فعلا يعني لولا ان هم قالوا لك ان هي خالتك كنت انت لازم تبقى عارف دي كويس جدا ان هي امك اللي مكتوب في شهاده الميلاد ودايما يا رب يكون ولائك ليها دايما انا وعيت على وش الدنيا ولا اعرف انها خالتي كنت اعرف انها امي ما بقى طبعا ما هي امك طبعا ربنا يا رب هي اللي ربتني يعني جميله فوق دماغي وانا ما اقدرش اصلا جدع يا كده يا احمد ما تقولش كده عند ربنا قدام الهواء كله جدع يا احمد عند ربنا يا حبيبي وراجل انت امي وانت عارفه انا يا رب يخليك يا رب يخليك ويحبب فيك الناس يا رب شفت الدعوه دي يحبب فيك الناس والله كل يوم بدعي له اشكرك يا احمد جدا فرحك وانت عارفه انا بحاول اعمل لك اي حاجه تفرحك وانت عارفه بحاجه زي كده عارفه والله يا احمد يا رب يسترها معاك دنيا واخره يا رب اشكرك جدا يا احمد يا رب تكوني سعيده انت ومبسوطه ماشي يا احمد
ماشي يا رب. كل سنه وانت طيب يا امي. وانت طيب. وانت طيب. كل سنه بخير ان شاء الله. وانت طيب. احلى كلمه قلتها لي. اشكرك جدا يا احمد صالح الجميل، راجل محترم، ابن محترم، شكرا جدا ليك، لاني الراجل يعني ما شاء الله عليه محترم جدا، وانا بحترمه وهفضل احترمك طول عمري، لانك انت راجل ما بتنكرش الجميل، وده مش جميل، دي امك، فلازم واخد بالك كويس جدا. واتمنى انك انت كالعاده على ما اعتقد يوم الاثنين يوم 21 مارس هتكون عندها وجايب لها الهديه الحلوه. هو قاعد معايا. هو قاعد معايا. انا ما اعرفش والله انتوا بتعملوا ايه، بس اكيد ده ما يتغيرش. صح صح والله. ويبقى كمان هم موجودين، وان شاء الله ينوروا الدنيا بيكم وتنوروا الدنيا بيهم، لان هي دي يعني اسلوب الرجوله والاحترام، ان يكون عندك ولاء لامك، ربنا يخليها لك ويرحم مامتك. لا والله عايشين. عايشين ها؟ عايشين، بس سبحان الله نكرينه. نكرينه؟ اه. عايشين في مصر ولا برا مصر؟ لا عايشين في بدر. في بدر؟ هنا في مصر. اه في مصر. مش هنتكلم في التفاصيل عشان احتراما لاحمد، وربنا يا رب يهدي كل من كان، عشان خاطر برضو احمد راجل محترم. لا والله محترم. هو بالدنيا كلها. وحنين. حنين. ربنا يخليه لك. حنين والله. ويخليكي ليه. ويفرحك بيه، وانت اللي هتجوزيه ان شاء الله، وانت اللي هتخليه احسن واحد في الدنيا زي ما انت مخليه احسن واحد في الدنيا ان شاء الله. مع بكريس تجاره والله ما شاء الله، ربنا يبارك لك. دي انت ام مثاليه فعلا، انك تربي شاب محترم 27 28 سنه ولا 26 سنه، راجل محترم، وتوصليه لبكالوريوس تجاره، يعني معناها يطلع محاسب او يطلع اي كان شغلانته، ان شاء الله تليه في احسن المناصب. ومش خساره في احمد اللي محترم، وابن بار وابن محترم ليكي، وانت تستاهلي كل خير يا حاج عوض. يا رب يخليك. الله يخليك. استاذ احمد حاضر. يا استاذ احمد. طب استاذ عمرو. يا عمرو مع حضرتك. يا اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اخبارك ايه يا عمرو؟ والله بخير الحمد لله. يا رب تكون بخير. عايز بس اقول لامهاتنا الجميله اللي موجودين مع حضرتك، اولا شكرا على اللفته الانسانيه اللي حضرتك عاملها النهارده، ده واجب علينا. الحاجه الثانيه احنا عايزين نقول لهم بجد بجد، هو عيد ام واحد في السنه قليل عليكم، ولكن احنا اللي نقدر نقدمه لكم ان احنا بنقول لكم اه انتوا امهاتنا، ومش كلام، ومش كلام مرسل، وربنا حافظ بلدنا بدعواتكم الجميله لينا، واحنا كلنا اولادكم، وانتوا بالنسبه لنا يعني زي ما نقول كده مثل او قدوه ماشيين بيكم، وربنا يحفظهم ويخليهم لينا يا رب. يا رب يا رب يا رب، يا رب دايما يا رب. وكلام جميل جدا من راجل محترم. انت منين؟ انا من امبابه، من الجيزه. من الجيزه. امبابه ده اجدع ناس وارجع ناس، ده انت بتتكلم على امبابه وادي حبايبي، ده كلام ناس محترمين، ويطلع برضه من كل شاب محترم، وبالذات كده بالاخصائيه الامبابويه دول على جنب، يعني ارجى الناس. بشكرك جدا وبشكر اتصالك للحاجه عواطف والحاجه هدى تكريما منك باحترامك انك تكلم امهاتك وتقول لهم كل سنه وانت طيبين، دي حاجه جدعانه منك وبشكرك. شوف دي يعني الراجل ده واللي قبله واللي بعده واللي راح واللي جه ما اعرفكمش، واكيد مش بيتكلم عشان خاطري ولا عشان خاطر البرامج دي، اسلوبنا او دي تربيه الشاب المحترم او البنت المحترمه اللي بتتكلم وتطمن وتشوف وتعمل، فدايما تفاؤلكم بالدنيا اكتر. الحمد لله ان دول عيالكم. الحمد لله. ما هو هي ما احنا عيالكم، انا هتبروا مننا يعني ولا ايه؟ ربنا يخليكم لينا يا رب دايما، ويديكم الصحه يا رب. احنا عندنا فاصل، وبعد الفاصل هندوق ان شاء الله. ايه الكلام؟ ان شاء الله. احنا معانا تليفونات قد كده. تعالي. طب تعالي قولوا عايزين يبقى يسلموا عليكم، بس هناخدها واحده واحده. نعم. علي سنه صغننه دي. اه حاضر. هو فصل عشان بس عليه حبه صلصه، هنمسحها وهشغلها لك حالا. ما انا مسحتها بس يعني. لا لا ما تقلقيش، هنشغلها لك حالا يعني. طيب هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل مش ولع مع الحجاج الحاج عواطف والحاج هدى، بعد الفاصل مش ولع. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه ومع الحاجه عواطف والحاجه هدى، منورين الدنيا. ريحه المطبخ ايه جميله بيكم انتوا، مش بالاكل، الاكل احنا كل يوم بنعمل اكل، مش دي القصه، بس ريحه المطبخ ما شاء الله. الحمد لله. تاكلونا يلا عشان ما تاكلوش اكتر من كده. ان شاء الله. انا عايز والله اقفل الحلقه من بدري، عشان خاطر انا عارف ان انتوا في الفاصل بتقعدوا على الكرسي وفي الهواء بتقفوا على رجليكم، فده يعز عليا، فانا يعني اغرفوا عشان نمشي، يعني مش هنتكلم اكتر من كده. ماشي بس يعني انا مش هاخركم اكتر من كده والله. ماشي. انا عارف ان احنا تقلنا عليكم النهارده، ومشكور ان انتوا نورتونا، ودي حاجه على راسنا والله العظيم، بس بعتذر لكم والله، يعني انا كنت عايز اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس ما كانش هينفع
ان نقعد بالكراسي على الهواء لان مش هنبان. عارفه الكاونتر ده حاجه يعني مش هيبان الكاميرات، بس والله بعتذر لكم والله معلش. انا عارف ان الوقفه عليكم صعبه بس انتوا قدها وقدود. الله يخليك. ماشي انا بس على حضرتك. ما فيش طبق؟ ايه طبق غرف ايه؟ تعرف في ايه اللي احط فيه الرز ده؟ اه هو ده. اه اللي بيعرفه اي حاجه تعملها بتديك زي الفل يا حاجه والله. الله 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 ايه ده بقى ايه الجنب ده؟ انا هوسع لك واشيل لك ايه الحاجات دي وطفي البوتاجاز صح كده؟ هاتي. طب والكفته اغرق كفته آه على الوش يا حاجه يلا انا عايز تحطي هنا حبيتين كده والصلصه تنزل كده على جنب وخلاص. طب اوعي كده تعالي الناحيه دي. الله 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 ايوه كده وتفضلي زي ما انت كده عشان براحتك. ايوه كده الله ينور عليكي. ايوه كده الله يبارك لك. فن برضه مش اي حطه تفرق كتير دي مش. يعني واحده غيرك انت تحط كل مره واحده لا انت مهندسه. الله يبارك لك. الله الله بس كده زي الفل يا ابني كده من ايدك. الله يخليك. طيب حاضر يا سامح. استاذنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سامح؟ ازيك يا استاذنا الشيخ علاء؟ اهلا بيك يا استاذ سامح. ربنا يخليك. انا اخوك علاء على طول تحت امرك. ازيك؟ ربنا يخليك ربنا يعزك. انا بس عايز امسي واعيد على المدام عواطف ومدام هدى اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام طيب. و... الله يخليك. ما تزعلوش خالص احنا كلنا ولادكم وكلنا بنسعد بعض بنفرح بعض وربنا يجعله عيد ام لكل ام مصريه وكل ام ان شاء الله. يا رب يا سامح يا رب كل الشباب تبقى زيك كده يا جدعان ورجاله. ربنا يخليك ربنا يا سامح. ربنا يخليك. الله يخليك. كل عام وهم طيبين وكل ام مصريه تعبت وكافحت وربت بخير وربنا يخليهم لنا وما يحرمناش من دعواتهم ابدا يا رب. احنا كلنا اولادهم وفي اي وقت نحتفل بيهم وهم يحتفلوا بينا وكل عام وهم طيبين يا رب. ربنا يخليك يا سامح. ربنا يخليك. بشكرك جدا يا سامح من اخلاقك وجدعنتك. شكرا جدا ليك سامح اخونا وبيعايز على امهاته النار. يعني سامح محترم والله يا حاج عواطف. اه بيعايد عليكم راجل محترم. طيب بالمناسبة صحيح أنا نسيت أقول لكم إحنا يعني من أول الشهر كان عندنا الحلقتين وحلقة فيها اتنين وحلقة فيها اتنين والنهاردة فيها اتنين يعني كده تلات حلقات في اتنين ستة معايا أنت؟ أه طبعا أنت البرنامج ولا؟ أه لا متابعة لا متابعة. فإحنا عدى علينا النهاردة سادس أم أو أنتوا الست رقم ستة يعني. فيوم 21 بإذن الرحمن هيكون بعد بكرة سوري مش بعد بكره النهارده الجمعه عد الجمعه السبت الحد الاثنين يعني كمان يومين. فده المفروض يكون 21 مارس. فاحنا عندنا برضو مسابقه يوم 21 مارس عندنا امهاتنا بقى الكبار 67 سنه وكم سنه تانيين يا شباب؟ 70 ولا كام سنه؟ 68 وكام تاني؟ و65 ماشي. عندنا بقى البركه كلها بقى يوم الاثنين. فالبركه دي يعني امهاتنا الكبار بقى اللي هم بجد بجد يعني اللي هم ليهم احفاد كمان وهم امهات مثاليه لان هم كلفوا وربوا وكبروا وجابوا احفاد خلفوا وربوا وكبروا. هنشوف ونعرف مع حضراتكم اكيد يعني نفسنا والله العظيم اكمل بيت السنه كلها امهات. وكمان عايز اشكر كل اللي اتصل طول الشهر واللي قبل الشهر كمان ما يهل لان في ناس كتير جدا اشتركت وبعتذر لاي حد ما قدرناش يعني نجيب جمعه زياده في الشهر. حتى كمان الجمعه اللي هي هتكون بعد شهر بعد يوم 21 مارس يعني يوم 21 مارس هيكون عندنا اثنين امهاتنا. في جمعه ثانيه في جمعه ثانيه اللي هي بعد يوم الاثنين اللي هي هتكون موافقه يوم 27 او 28 ان شاء الله على ما اعتقد ان 21 هيكون يوم الاثنين ولا هتبقى 21 22 23 24 25 على ما اعتقد هتبقى 25. عندنا كمان من امهاتنا المسيحيين منورنا وكمان ليهم عيد ام عندنا طبعا ما ينفعش ننساهم. فبس عشان نبقى واضحين الشهر لسه ما خلصش يعني مش يوم 21 هي اخر حلقه لا يوم 21 هيبقى فاضل كمان حلقه. وعشان كده هنعمل ايه بقى يوم 21؟ هنجيب امهاتنا اللي فاتوا يعني اللي عدوا الحلقات التانية مع حضراتكم متنورونا مع كمان الامهات الجايين عشان نعمل يوم الاثنين ان شاء الله. يوم الاثنين ده بعد اذنك ايه رايكم؟ ان شاء الله. اعتراض الاثنين الجاي ده؟ اه ان شاء الله. في اعتراض؟ ان شاء الله بامانه. لو في اعتراض على الهوا انا بس الدوخه دي لا 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 مش هتحصل. انا قلت لك مش هتحصل. انا بلتزم على الهوا على فكره ماشي ماشي. واللي عمل حاجه هعاقبه. لا لا لا
معلش عشان لا ما انت عارفه احنا ما نخش نزعل. لا لا معلش فلازم طبعا تنورونا ونتشرف طبعا الله. بكل امهاتنا اللي نورونا. هندوق ونيجي نختم وهكمل بيت الكلام عشان ما اخرش زمايلي. فبسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله, الله. انا عارف انا عارف ان انت عايز تاكل الاكل ومش هاكلك بسكوت. وانت ايه عايزه ايه؟ بسم الله الرحمن. ابدا بمين يعني الاكل؟ بسم الله ما شاء الله. تيمانه الرسول بيقول تيمانه عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. انا اكيد هبدا باليمين بكل احواله وعشان كده بدات بيك اول ما دخلنا الحلقه. انا وكيله ثانوي متخرجه مع المعاش. وكيله ثانوي متخرجه على المعاش وحضرتك ايه؟ وكيله ثانوي. وكيله ثانوي بسم الله ما شاء الله. ازهر ازهر ما شاء الله. بسم الله لسانس دراسات اسلاميه. الرز ما استواش. الرز ما استواش صح. كان لسه عايز شو سنه. ده بالنسبه لك؟ اه بالنسبه لي استوى. طيب ماشي كل واحد يقول بالنسبه له ولا ايه؟ والكفته اخبارها؟ انا اقول بعدين. ماشي انا اقول بعد ما اكل وادوق الاثنين صح؟ ماشي ولا ايه؟ لا ازاي؟ اتسرع؟ لا ازاي؟ يقولوا عليها ايه؟ لا. خد قرار بسرعه؟ على ايه؟ صح. يعني ابقى عبيط يعني وهبل لو علقت خايف قوي. لا ازاي؟ ابقى خايف اللي يعني صراحة. لا اللي يرضي ضميرك. اللي يرضي ضميري اللي انا هقوله. انا على فكره ما عنديش ذمتين ذمه واحده. لا ما هزعل والله. هي ذمه واحده. هي اللي عايش بيها وهموت بيها. ما فيش اكتر من كده. الحمد لله. هنقعد بقى احنا نقول كلام ما يطلعش مننا عشان خاطر نراضي غيرنا وربنا يبقى شايف. لا مش هدخل في تفاصيل كتير بس انا راجل دغري. واللي يزعل يزعل واللي يتبسط يتبسط بس خلي ذمتك واحده. ما عنديش حاجه اقولها والله العظيم بجد. الكفته طعمها زي الفل انا عجباني جدا. والرز انت شايفاه ما استواش انا شايفه. تعالى كده رضوى بيتنقز السنوبر. اصل انا عمري ما بدوق حاجه على فكره. ما بجدش بس احنا بندوق. لا اما باجي اطبخ عمري ما ادوق حاجه خالص حتى والله. في في الشقه عندي. طب بقول لك على حاجه. انا ما اعرفش اكل اكلي ودي اول مره اقول على الهوا بقى. ليه؟ ما بدوقش اكل ما اعرفش. ما انا عمري ما ادوق يعني الأكل. انا كمان بتاع اكل وشغلانتي وابقى يعني لو جدا وشغلانتي بس انا ما اعرفش ان انا لو دقت هشبع. ما بدقش خالص. ما انا نفس الكلام. انا ممكن ادوق زي ما ادوق بس انا ما يجريش قلبي ان انا اعمل طبق واقعد اكله يعني ما عنديش الكلام ده. الحمد لله. دي كفتتك انت ورزقك الله اكبر. ربنا يديك الصحه والعافيه ودايما تعمل لنا اكل كده ومن خيرك ومن ايدك الطيبه ووشك الحلو ده بالهنا والشفا. كل اللي ياكل من ايدك. اما انت فانت عامله برضو انت مزاجك عالي بس مش رايقه النهارده. ليه عملت؟ بس انا بس النهارده مش هسيبك. لازم تبقى رايقه النهارده. مش هينفع تروحي انت مش رايقه. مزاجك عالي في ايه بقى؟ ان انت مكوره حته اللحمه الحنين يعني صغيره. صغيره فده مزاج. انت عملت بسرعه بس حلو ما حلو. فانت انا بقول الصراحه انا عايز تضحكي. لو هو الكفته هتضحكك صغيره كفته صغيره. ايوه كده انت شفت الكفته صغيره يا حاجه بس كده تضحكي. فلا الكفته ما شاء الله عليها. ربنا يديك الصحه وطعمه وجميل جدا. انا اهم شيء تكونوا انتم موجودين معانا النهارده. الحمد لله مبسوطين. الحمد لله ونورتونا وشرفتونا وكالعاده بنيجي أنا اخر. انا كان نفسي اتشرف بحضرتك من زمان. الله يخليك يا ام صراحه. الله يخليك. الله يخليك. كالعاده بنيجي اخر المسابقه يوم الجمعه بعد ما ناكل ان شاء الله. نبدا نقيم ونقعد بقى شويه نضايق في المتسابقين ونقعد نشوف مين. بس انا طبعا مع الامهات ما بقدرش افتح بوقي زي ما بيقولوا كده. لا ازاي عادي. فلازم بيبقى طبيعه المسابقه فيها مكسب وفيها خساره او فيها مركز اول وفيها مركز ثاني. فاحنا النهارده هنتكلم على المركز الاول وعلى مركز برضو اول لان ما فيش عندنا حد مركز وحش لا قدر الله. فبنيجي نقيم الجوائز بنقول بقى جائزه ايه اللي هتاخدها. يعني ناس ربنا بيكرمها بهديه كده ناس بياخدها هديه كده حسب يعني حسب ما ربنا يدي. ربنا سبحانه وتعالى فده رزق. فانا عايز اتكلم معاك. انت دخلت معاك اليمين في الاول وانا عايزك كده تبقى كده اهوت على كده وشك كده للكاميرا عشان وشك منور ونشيل الحله دي كده عشان الحله دي كده ايه مغوشه. انا هروق لك المكان. هاتي هاتي عشان تبقى انت واقفه كده ايه رايقه ماشي وتبقى انت كده ايه واقفه وانا هكلم معاها واروح ايه واخد بعضي وجاي لك انت كمان ان شاء الله. كواره ماشي ماشي الكلام ماشي. فحضرتك من حوالي ساعه وقفنا مع بعض كده برضو وكنا بنتكلم او ساعه ونص واول الحلقه بدانا ودخلنا مع بعض وكلمنا كل شيء. انت قلت لي من شويه انا هختصر عليك الامور عشان ما اتاخرش على زمايلي لان النهارده لازم اطلع واقفل على طول عشان خاطر ما بقاش زياده على اللزوم. حضرتك النهارده كنت كريم معايا في اول حلقه بتقولي انا قدمت كتير في الحج وربنا ما قرطش. وربنا ما قرطش. لا ربنا اراد. بتقول ما انت بتدعي لربنا سبحانه وتعالى. والله بدعي انا على فكره تملي بقوم الساعه 3 بتوضى واصلي ركعتين لله ولازم اقرا جزء قبل ما اصلي. عملت كده امبارح؟
كل يوم يوميا يوميا. طيب. وارد سوره الكهف وياسين على طول. ما شاء الله. طب يا ستي صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت هتروحي تزوري الرسول عليه الصلاه والسلام وتدعي لنا هناك. يا رب يخليك. مبروك عليك. انت كسبت عمره. الله يكرمك. المثاليه. الله يخليك. عايز حاجه ثانيه؟ الله يخليك. الله يخليك. مرضيه؟ مرضيه، مرضيه بحضرتك. تروحي عند الرسول؟ لا، مرضيه برسول، بتروحي للرسول وتدعي هناك. الحمد لله. الحمد لله. ماشي الكلام؟ الحمد لله. مش عايز تاخد على خاطر خالص. لا لا. واحنا لا. عيالك. ماشي. وياما بتدق الطبول اللي مش عارف بيسموها ايه. فانت املك في ربنا اكبر، وروحي ادعي لنا هناك. ان شاء الله. وادعي للحاجه وادعي لكل حبايبك، وربنا يعوض صبرك خير ويكرمك ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي الكلام؟ ان شاء الله. الف مبروك عليك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك يا ماما. وهاجي ان شاء الله يوم الاثنين. وهتيجي يوم الاثنين برضه. ان شاء الله. ماشي؟ وحضرتك رايك ايه باكلها؟ حلو. مش عايز تروحي تزور الرسول؟ يا ريت. يعني نحاول نعمل اي محاوله عشان نجيب عمره ولا حاجه؟ ايه رايك؟ تدفعي كام؟ ادفع عمري. مبروك عليك انت كمان رحت عمره. ربنا يخليك. ماشي؟ روح معاها عمره كده وتبسطي وتردي. ماشي الكلام؟ مبروك عليكوا وانت كمان هاتي بوسه. الله يخليك. الله يبارك. مبروك عليك. الله يخليك. هتدونا يوم الاثنين؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. عشان نحتفل كلنا مع بعض مع الامهات اللي خدوا عمره برضو، ونتجمع كلنا يوم الاثنين 21 ونفرح كمان الامهات اللي ما جاتلناش. ان شاء الله. ونبارك لهم وهم يباركوا لنا. ماشي الكلام؟ ان شاء الله. وكمان هدعي كل امهاتنا اللي جم معانا على مدار شهر مارس في الثلاث حلقات اللي فاتوا، هدعيكوا معلش بالتقل على حضراتكم. اسمائهم على الهواء جميل جدا. شكرا رضوى. تنورونا ان شاء الله يوم الاثنين كالمعاد المعتاد اللي هو هيكون بنطلع واحده ونص يوم الاثنين هوا مباشره. هنكون موجودين كلنا ان شاء الله الساعه 12 يوم الاثنين اللي جاي يوم 21 مارس كلنا، عشان هنسجل حاجه صغيره جدا قبل ما نخش الاستوديو بكلم في كل حاجه إن شاء الله. بصراحه إن شاء الله. ونخش على الهوا ويكون معانا كمان امهاتنا الكبار كمان ان شاء الله. واتمنى كمان اجيب اثنين كمان امهاتنا اللي هم اخر اسبوع، بس مش عايز يعني اجيبهم كتير. لو ينفع يبقى كتر خيركم تيجوا تنورونا يوم الاثنين برده مع امهاتنا اللي طلعوا عمره، وانتوا كمان تنورونا وكمان تيجوا لنا تاني اخر جمعه في شهر مارس. بس ده هيناسبكم، مش هيناسبكم مش هتقل عليكم. انا بشكركم جدا وبشكر الحجاج. الف مبروك على حضرتك. الله يبارك فيك. يا رب تروحي وتزوري الرسول وتباركي. يا رب يديك الصحه. وحضرتك مبروك عليكي. نورتونا. بشكركم جدا ونورتونا. واتمنى يا رب تكون الحلقه كانت خفيفه لحضراتكم، وان شاء الله في حلقات جايه اكتر واكتر. ميعادنا على الهواء ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي على الهواء مباشره مع حضراتكم زي ما اتفقنا. يا امهاتنا ما تنسوش تنورونا عشان نحتفل بيكم يوم 21 مارس. والسلام عليكم. الله عليك يا امه.